ما عندك كلمة يا قلبي نسيتك عدرفت شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك بحلف لك يا وراق ما عندك كلمة يا قلبي نسيتك عدرفت شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك كتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بحلفلك يا دروب تنساكي عيوني سرقيني من الناس وردي عمر سنين نهداتي بقلوب يمكن نسيوني نسير الياباس يوعى من الحنين بكتب القلب نحصد كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال بكتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال أهلا وسهلا. شكرا. أول غريب عن الضيعة بيزورها القهوة من شهر 30 يوم. شو بتحب تاخد؟ كباية شاي مع حليب، ثلاثة أرباع شاي والربع حليب وملقة ونص صغيرة سكر، وجيبي لي معهم كعكة قرشلة وصحن فاضي يكون غميق. حضرتك صاحبة القهوة؟ نعم. ست سعدة؟ نعم. ليه استغربتي طلبي؟ صار لي زمان ما شبت كعكة قرشلة. ليه يا ست سعدة؟ كنت جيبها لشخص واحد غيب عن الضيعة وما عادت شفته. معي وحدة، جيبي لي الشاي مع الحليب إذا بتريدي. تكرم. ست سعدة. نعم. بسمع إنه أرضكم طيبة وخيراتها كتيرة. الأرض حسب الخدمة، خدمة تعطيك. الله يبارك بهالأرض وببنات هالأرض.
عم تاخد وتعطي معي كتير. شو طلبك غير القرشلة والحليب؟ بدي أشوف وحدة من بنات هالأرض. بنات هالأرض كتار؟ وحدة خيرات كتيرة مثل خيرات أرضكم. ما عم بفهم عليك. بدي أشوف بنت الخير والبركة، بنت الأرض. شو اسمها؟ قلتلك اسمها بنت الأرض. ما بعرف ولا بنت بهالاسم. جاي بدو نسرين، إن شاء الله ما يكون جيسوس. أقولها بصراحة مختار، قلبي منه متطمن لفادي أبدا. إذا قاعد وما عم يشتغل، من وين معه مصاري حتى يستأجر ويسكن بالضيعة؟ هيدا اللي جاي ينبه منه. زياراته لهالضابط ما عجبتني أبدا. عشتي معه أيام وسنين رانيا، معقول يكون عميل للانتداب وجاسوس على أهل الضيعة؟ إذا أخلاقه متغيرت، معقول يعمل أي شيء كرمال المصاري؟ هيدا اللي كنت خايف منه. عيونه عشرة عشرة على الكل، ويمكن يأذيكم شخصيا لأنه شحط من هالبيت بيوم من الأيام. ما بيأذي إلا حاله. الباقي بهالأرض عطول. صرت خايفة منه يا نسرين. ما بيسترجي. إذا بيسلم عليك سلام بس ما رح يكون مبسوط مني أبدا. انتبهي يا نسرين، هذا يمكن وراء الضابط والعسكر، وأنت الله يحميكي ما في وراك أحدا. طمن يا مختار، عشت الغربة سنين وحميت حالي. اليوم أنا بأرضي وببلدي، بعرف كيف أحمي رانيا وإليسار من فادي واللي مثل فادي. صحتين، تفضل. شكراً ستان. شو الاسم الكريم؟ ممكن نتعرف يا شاب؟ سمين الاسم اللي بيعجبك. إذا عندك اسم ليه بدي أعطيك اسم جديد؟ اللي مثلي ومثل اللي كان يأكل عندك كعكة القرشلة نحمل اسم مستعار. شو يلي بيأكد لي انك بتعرفه؟ كلمة السر. ما عطيتني ولا كلمة. الطريقة اللي كان يأكل فيها هالكعكة عندك هي كلمة السر. بدك بعد؟ إذا عندك عطيني. سلمي على بيو وقولي له ابنك أمين بخير. ما بعرف حدا باسم أمين. اسم مستعار. ما بعرف حدا. فعلا أنك إنسانة وطنية وشريفة ونزيهة، بتحب بلدك وبتخاف على أمين وحريصة عليه. شو هو؟ علمتيه لعبة طاولة الزهر وصار يغلبك. وينه؟ فراري بالوديان والجبال، نحن ما بنعرف وينه، بس هو إذا بده شيء بيعرف كيف يلاقينا.
وليه بعتك لعندي؟ معي رسالة شفهية لبنت الأرض، وين فيني أشوفها وكيف؟ لازم أخبرها بالأول ونتفق على موعد. مع حدا بالبيت؟ منا لوحدة. فضل شوفها برات البيت واليوم، ما فيني أبقى كتير بالضيعة. أكيد اليوم. انطرني جاي أنا. إذا واحد غريب عن ضيعة لازم أنا يعرف. لهالسبب جيت خبرك. سألت ليه هو هون؟ ما حكيت معه أبداً. أنا لازم شوفه، لازم أسأل إيش جاي يعمل، يمكن هو مشاغب. إذا مشاغبك مشو، أنا عملت واجبي، بدي روح عند المختار، عندي معاملة بدي خلصها. روح. بالأول ما أمنت له، صرت أخذ وأعطي معه حتى استمشي أكثر، أخذ منه تفاصيل وإثباتات. فعلاً هيدا الشاب جاي يشوف بنت الأرض. أنت كيف عرفتي إنه أنا بنت الأرض؟ ولو يا نسرين، ناسي شو مارق على سعدة؟ معنا كمان بنت الضيعة وبنت الأرض. الله يبارك فيكي وبالشباب، هن كل ما بدهن شي ما بيوفروني. أنت كمان الله يبارك فيكي. هالشاب ما قالك شو بده مني؟ معه رسالة شفهية من أمين. من أمين؟ صار لي زمان ناطرة هاليوم، ليه ما جبتي معك؟ ما بده يجي على البيت. إمتى بتحبي تشوفيه ووين؟ هلا، لازم أنطره بشي محل ما يكون في عليه خطر. هو كمان بده يجتمع فيكي بدون ما حدا يشوفه معك. وين برأيك؟ أرض الصوان. هيدا المطرح ما حدا بيقصده، أنا بدله عليه. خلينا نمشي هلا. يلا، تفضلي. ارتاحي مع الارض وانطريني، انا ما رح اتعوق، رح روح ركض جيب الشاب وارجع. الله معك سعادة. قوم قوم، خليني ادلك عرض السوين بنت الارض نعطيتك هونيك. انت وقف، اغفى ايديك لفوق. وقف. يا ساتر يا رب، شو اللي جيبهم على القهوه بهالوقت؟ إن شاء الله يكون هرب، إن شاء الله يكون هرب يا رب. وقف! إذا ما بيوقف في إطلاق نار عليك. وقف عشان بيموت. وقف.
نسرين ارجعي ارجعي عجلة على البيت. العساكر هجموا على الشاب، الشاب هرب بس لحقوه. سمعت بعدين صوت رصاص. أنا كمان سمعت. تعتقدي قوصوا عليه؟ أكيد أكيد يا نسرين، إن شاء الله يا رب يكون هرب. عجلة ارجعي على البيت، أنا راجعة على القهوة. كلهم خافوا عليك لأنه سمعوا صوت رصاص. الحمد لله على السلامة، سمعنا صوت رصاص خفنا عليك. شو عم يقولوا بالضيعة؟ منين هلأ قواصوا ليه؟ كانوا لاحقين شاب هرب منه. قواصوه؟ صابوه؟ ما بعرف، إن شاء الله لا. صوت رصاص وترني، خلينا نفوت على البيت. انت طقا اغيب لهون. انت ليه بيترك قهوه وبيروح؟ هيدي مش اول مره، انا دايما بترك القهوه وبروح مشوار. بعدين ولو ما بوجودكم الدنيا امان، ما حدا بيمد ايده على شيء ولا بيسرق. انت وين كنت؟ رحت شوي على البيت، أنا كل يوم بروح شوي وبرجع. على هذا طاولة كان في واحد، إيش اسمه؟ ما بعرف، هيدا زبون غريب عن ضيعة. أنا بيشوفك واقف وبحكي معه. صحيح، كان عم بيسألني عن حق الطلب، وقت اللي شافكن خيف وهرب وراح وما دفع. ما في كلام تاني معه؟ زبون غريب، لا بعرفه ولا بيعرفني، شو بدي احكي معه؟ هذا واحد مشاغب، لما بيشوف أساكر هرب. كما شو؟ لا هرب. شو قصتك يا نسرين؟ من وقت اللي جيت على البيت وانت صافنة، بعدك موترة من رصاص؟ اللي صار وين؟ بأوضتها عم تتسلى باللعب. خلينا نقعد. الشاب كان بالقهوة عند سعدة، شايف العساكر هرب، بعدين طلع صوت رصاص. إن شاء الله يكون خلص. إن شاء الله، كان جاي لعندي بده يشوفني. لعندك؟ لعندك أنت؟ منين بيعرفك؟ جاي لعندي وجايب لي رسالة من الشاب اللي كنت عم فتش عليه. الشاب اللي اسمه أمين. شفتيه؟ قبلتيه؟ لا، سعدة كان بدها تجمعني فيه، هرب. ما بعرف إذا خلص أو كمشو أو قتلو. تفضل انضي هالورقة. ورقة شو هاي؟ ما بدك إخراج أي عائلة؟ والله خلصت بسرعة هالمعاملة. الدعوة والمعاملة. بدي أقرأ بالمقمضي. شو ناطر؟ الورقة بإيدك، أراها. عرفت من وين طلع هالرصاص؟ ما تسألني بشي ما لي دخل فيه. صوت رصاص كلنا دخلنا فيه. لين زعجت؟ عم بقرا. ما بدك إلا العصبية، خلص قرية ومضيها.
تفضل. عملت كثير منيح. أنا ما بيشرفني يكون بي لبنت مثل هالمفعوصة أليسار. إخراج الأيد العائلي ما رح يكون فيه اسم أليسار، طمن. أكيد رح أطمن. بعد ناقص تبع على اسمي وتورثني بالآخر. ما على علمي عندك شيء تورطه يا فادي. بعدني شباب وقادر جمع ميات الليرات. من وين يا حسرة؟ ما عندك لا وظيفة ولا خميرة. كله بيصير. القصة بدها شوية وقت. خاطرك. دير بالك على حالك. الحمد لله على السلامة. المحامي كان ناطرك، لما تأخرتي ترك لك المغلف وراح. تفضلي. سميرة؟ نعم. بيي ما حدا قتله، توفى بالسكتة القلبية. شو يعني السكتة؟ قلبه سكت، توفى. الله يرحمه، كان كتير مريض. سامحيني، بوقت من الأوقات شكيت فيك. أنا حسيت هالشي، الله يسامحك. كمان شكيت بسوريا وبخليل. الظن ما حلو، كتر خير الله عرفت الحقيقة. اليوم ما تعمل حسابي على العشاء، لحسابي ولحساب خليل. خير الله موجود، ليه ما بدي أعمل حسابكم؟ أنا وخليل رح نتعشى برا. صحتين سلف. عند مين إن شاء الله؟ بمطعم، حب يغير جو. المطعم كتير بعيد. بعرف إنه بعيد. أبو سليم عنده سيارة فورد، فورد بودعسة، بيوصلك وبيجيبك وما بياخد كتير. كمان بعرف، وهيك رح أعمل. سوريا وين؟ ست سوريا راحت على الشركة. يعطيك العافية. الله يعافيك. ماشي، ان شاء الله بعيد كتير. امين، هيدا امين. خلينا نسمع بعض تنتأكد. هيدا امين، الحقني. عاد ما سمعنا شيء. بده يكون صار قريب. هلا لما بيشوفنا بيعطينا اشاره ثالثه. وصل، صار قريب كثير.
ايدك صغير كتير، لو بيدي سيكني عندي كنت اخدتي حريتك اكتر. وين عندك؟ بيتك منو الك حتى تقول عندي. قصدي لو قبلت تسكني معنا. ست البيت اللي انت قاعد فيه فلاحة اسمها هند، وصاحبة البيت فلاحة اسمها نسرين. انا بالزمان كنت بنت خواجة، صعب علي كتير اربح جميلة هالفلاحتين. كل مرة بحكي معك بتجرحيني وبتجرحي شعوري. هالفلاحين هن اللي حفظوا كرامتي وكرامة امك. صاروا الفلاحين يحفظوا كرامة الخواجات؟ وقت اللي خسرت بيتي وارضي ومعملي وصرت فقير، الفلاحين بقيوا يحترموني ويقدروني ويعاملوني مثل ما بيعاملوا الكبار فيهم. معاملة فلاحين يا محلى المعاملة، الطاعة والاحترام للكبار بالسن، الفقير والغني بالتساوي، ما حدا أحسن من حدا. جدو عنا، يا أهلا وسهلا. يا حبيبي كنت ماشي منيح اللي شفتك قبل ما أمشي. وين كنت؟ أنا بجاوبك عنه، كان مع نسرين وأكيد مع أليسار. ما تضايق عليه كتير، تركيه على حريته. خاطر جدو، خليني أشوفك من وقت لوقت. من كل بد، مع السلامة. أي متى رح تبطل تزور هالناس يلي ما بيحبوني ولا أنا بحبهم؟ راني عمتي وإليسار بنت عمتي، وربينا سوا من يوم كنا صغار. وراس الحي نسرين، شو بتقربك؟ وصفتيها غلط، بحبها كتير وما بعرف شو بيربطني فيها. مثل بيك. نعم؟ ولا شي. شو دخل بي بهالموضوع؟ الله يرحمه. قلتلك ولا شي، ولا شي. مثل بيي، شو قصده؟ منيح اللي بعدت وراهم، لازم يعرفوا كل شي عبكير. ما عرفنا كيف خلصنا من هيداك الضابط، اجينا واحد اشرس منه. عامل دوريات ليل نهار، بالجبال، بالوديان، بالحقول، بالسهول، من شهور ما حدا من الشباب قدر يتصل فينا. وسام عند وصله. الشاب هرب، الحمد لله على سلامته. ضابط سافر ومجرم. وين وسام؟ لحقنا. إذا جاي لعندك من طرف أمين، يعني هو من الشباب. أكيد، من شان هيك هرب من العساكر. أقولك شو هي هالرسالة اللي خاطر بحياته حتى يبلغك إياها؟ يا ريت بعرف. مختار الله يرحمه قبل ما يتوفى، عمل جهد كبير حتى يقول لي شيء. ما قدر يحكي إلا كلمة وحدة، هي هالاسم. أمين. وينك يا أمين؟ بأي أرض؟ أكيد في شيء مهم لازم تعرفيه والخبر عنده. على كل حال، من اليوم ورايح لازم ننتبه منيح من الضابط، لأنه عم بيراقب كل الأهالي، رجال ونسوان، وأكيد عارف إنه كان في حدا بهيدي الضيعة عم بيساعد الشباب. منشان هيك لازم نجتمع ونقرر شو لازم نعمل. ضرورة نلاقي شي طريقة توصلنا لأمين. أمين مطلوب حي أو ميت، إذا نحن قدرنا نلاقيه، يعني أكيد المخابرات قدرت تلاقيه. يا ريت فيي أشوفه شخصياً. يا ريت فيي أشوفه شخصياً وأحكي معه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صديقي. اللي صار معك غريب كتير، لا اسمك معروف ولا وجهك معروف ولا حتى مطلوب من المخابرات، ليه صار معك هيك ما بعرف. يمكن الحق علي يا أمين، أنا لما شفت العساكر ما كان لازم أهرب. هيدا الشي اللي خلينا نشكوا فيك. كانوا طلبوا هويتك، شافوا اسمك وتركوك. غلطة ما رح تنعاد أبدا. كنت حابب وصلها سلامة وأشكرها على المساعدة. بشو ساعدتك؟ بعتت للشباب مبلغ كبير حتى يشترموني. الشباب الله يحميهم، شيلوا له حصة من هالمبلغ حتى سافر اترك البلد. كان بدي نمر يشكر عني على كل المساعدات اللي عم تعملها للشباب. عم تحكي عن بنت الارض؟ هي بذاتها. كانت راحت عليك يا نمر، كرمال كلمة شكرا. ألف الحمد لله على سلامتك. يلا، صار لازم امشي. خاطركم. محروس، إن شاء الله بالسلامة. أي متى رح نرجع منشوفك مرة تانية؟ حسب الظروف. بعدك ناوي تسافر؟ كمان حسب الظروف. المبلغ اتأمن من وسيم أفندي ومن بنت الأرض. الله يبارك بتنين. موفق، محروس إن شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك.
كيفك يا سالم؟ منيح. ما قدرنا ناخذ ولا صاحب بهالضيعه، كله وجهه ناشف. شو عبالك نتعشى؟ لبناني او اجنبي؟ ما حابب اختار شيء هلا لاني بعدي ما جعت. وانا مثلك، هلا بس نجوع ونطلب. كاسك. قلي يا خليل، شو وضعك الاجتماعي؟ حابة اعرف عنك كل شيء. انسان عادي. الظروف خلتني اترك ضايعتي واتشرد بعيد عنها. وكيف تعرفت عبي؟ الافندي طلب منه يوظفني. وسيم افندي؟ وسيم افندي، انا موظف عندك ولازم اكون واضح وصريح. هربان من الفرنسوية؟ نعم. اذا هذا الشيء بيزعجك مستعد اترك الوظيفة والمنطقة. جوابك ما عجبني ابدا. ما بدي افرض نفسي على حدا. بيي كان وطني وما رح كون اقل منه وطنيه. هذا الشيء بيريحني. شكرا. لما هربت من الضيعه شو تركت وراك؟ تركت ابني شادي بعده تحت السن. ما كنت عارفه انك مجوز. قصه طويله، مزوج على الورق وبس. كيف يعني على الورق؟ وليه على الورق وبس؟ حياتي كانت صعبة ومرة، وأيامي كانت أيام سودة مثل الليل. برجع بعيد يا خليل، أنا ما رح كون وطنية أقل من البابا. افتح لي قلبك واحكيه. أيام زمان جابت الوالدة على البيت طفلي كان اسمها نسرين. عشنا أنا وياها سوا وربينا سوا وكبرنا سوا وعشنا أحلى أيام العمر سوا. هلأ عم بتقولي لي ما رح يتعشوا بالبيت؟ أنا كنت مشغولة بالمطبخ وحضرتك ما سألتيني. كيف عرفتي إنهم ضاهرين سوا؟ مثل ما خبرتك هي هيك قالت. عيدي شو قالت، احكي. قالت أنا وخليل رح نتعشى برا. وين برا؟ ما حكيت، ما قالت وين؟ قالت بالمطعم. قلت لها بعيد، خلي ابو سليم يوصلك بالفورد بودعسي. تاخرت يا سميره تتخبريني، تاخرت كثير. قالت كمان انه بيا مات بالسكته، ما حدا قتله. هالبنت سخيفه، كثير سخيفه. بدايه حياتي كانت ممتازه، كانت حب وفرح وامل. ما كنت شايف بهالدنيا الا نسرين. نسرين كل الحب، كل الغرام. بيوم من الايام ضيعت مستقبلي ومستقبل نسرين بنزوي. نزوي كانت اكبر واوسخ واخطر غلطه عملتها بحياتي. لما هاجرت نسرين ما عرفت لوين هاجرت؟ لو عرفت كنت لحقتها حتى لو كانت باخر الدنيا. وابنك شادي ما عدت شفته؟ كل ما فكرت فيه بحس كانه في ايده عم تعصر بقلبي عصر. يا ريت فيي اقول له بعدني عايش. يا ريت فيي اقول له مشتاق لك يا حبيبي. خطر عليك وعلى حياتك اذا بعثت له خبر انك عايش. اذا شادي عرف يعني امه عرفت. أمه جربت تحبسك بتهمة المناشير وكانت السبب الأول بهجرتك من الضيعة.
إذا مرتك أو غير مرتك عرفوا إنك عايش بتصير مطلوب حي أو ميت من عساكر الانتداب. هيدا اللي خليني أعيش بالسر، فراري مشرد وهربان من مصير أسود. قريباً بترجع وبتشوف ابنك، كل الأخبار بتقول إنه الاستقلال قرب والانتداب رح يفل من عنا. الاستقلال بيخلصني بيخلص غيري من التهجير. لاحق شوف ابني لاحق، وأنا قريب إن شاء الله. طمن، أنا كنت برات البلد وكل الأخبار اللي برا بتقول إنه في سوء تفاهم بين الإنجليز والفرنسوية كرمال استقلال لبنان. لكن حال المظاهرات اللي عم بتصير بتبيض الوجه. أنا صار فيي آكل، شو رأيك؟ ناكل، أنا كمان جعت. بالإذن. بحلف لك يا وراق ما انده كلمي يا قلبي نسيتك عدرفة شباك ولها كل مشتاق رح ودي نسمك دمعاتي سقيتك وبسافر بناك بكتب القلب نحصد كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال بكتب القلب منحصد الايام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال.